ايه خير؟ ما قلتليش عملت ايه عند الدكتور؟ قال لي علشان حالتي النفسية تتحسن لازم أروح أسبوعين على البحر وأسافر بالطيارة أسبوع على أي بلد وأقعد في فندق كام يوم. يا سلام، ده دكتور ابن حلال قوي والله. يا من عارف اقول له اقول لك ايه؟ ده دكتور، انت شفت جبت الدكتور ده منين؟ ده دكتور محترم. دي واحدة صاحبتي الروح بالروح هي اللي قايلة لي عليه. طيب وانت مستنيه ايه؟ والله يا كتر خيرها. طب استني، طيب قوم بسرعه، قوم اجهزي بسرعه، مغير بسرعه. ها ناوي بقى توديني يا حبيبي؟ اوديك فين ان شاء الله؟ عمر البس عشان اوديك لدكتور تاني.